شقد من قلت لكم يستخدمون الليزر بإسقاط الطائرة أو إسقاط الصاروخ؟ الآن استخدمتها الأمريكي والروسي والإسرائيلي العدو اللقيط، يستخدمون هذا مثل التورتشي وقع الصاروخ. خوش الإمام شو عنده؟ ما عنده هاي. الإمام عنده هذا اللابتوب الصغير، الآن طور صار صغير كلش، عارف شو مثل التليفون، ويأشر بالطائرة تجي أو أي مكان يريد يفجر الإمام. مو الإمام، الإمام قادر يفجره بأصبعه، بس إحنا أو أنتم إن شاء الله اللي أحسن من عندي وأكرم مني وأشرف مني ستلتحقون بالإمام. شو يعطيكم سلاح؟ يعطيكم سلاح فتاك، لأن الإمام يمهل الغرب 9 سنين. العراق ما يحكمه إلا بعد 9 سنين قتال مستمر. الشام لا يحكمها الإمام إلا بعد أكثر من 10 سنين قتال. الغرب يعطيهم مهلة، يمشي عيسى بن مريم يمهد بالكنائس إلى البابا إلى فلان، يقولوا له بالأخير أنت مو المسيح، يقول له الإمام يلا، قل له أريد العون من عندك، من جيش من عندك. يعني نعم أكو مسيح وأكو يهودي قاتلون وياه، وأكو فرس قاتلون ويا المسيح، يعني وينتصر المسيح بعون الله والإمام. الأمر قريب والله حقكم أقرب ما